السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور. أهلا وسهلا بيكم في العروض الحصرية لأول مرة معانا في القناة. بنصور لكم مهرجان الجبنة يا جماعة، معمول في حديقة الأورمان أو حديقة النباتات اللي برضو اسمها حديقة الأورمان في الدقي، أو بنقول بقى الجيزة. أي حد هيجي بالمترو هينزل محطة الدقي وهياخد باص أو تاكسي 10 دقايق بالظبط أو 5 دقايق بالظبط هيبقى قدام الحديقة. زي ما انتم شايفين حديقة النباتات هي واسعة وكبيرة جدا، من اجمل الحدائق بجد في مصر، وسعر التذكرة فيها الدخول 10 جنيه بس، الدخول مجانا لايام المعرض فقط، تمام؟ وعلى فكرة المعرض اخر يوم 26/12. انا بصور ليه طيب لما هو اخر 26/12؟ هقول لكم ليه، عشان انا دلوقتي اخدت لكم اوفر من كذا براند جوه، صورت معاهم وهعرفكم اماكنهم فين بعد المعرض عشان خاطر تشتروا منهم. ده بس مش بس كده كمان، ده انا كمان اخدت لكم كل الفروع بتاعتهم وعناوينهم بارقامهم، واخدت لكم ديسكاونت منهم، خصومات لاصحاب القناه سواء المتابعين على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام او اليوتيوب، تمام؟ اي حد متابعني على السوشيال ميديا من الاربع اكونتات دول ان شاء الله باذن الله هيكون لي الديسكاونت، مجرد ما تتواصلوا بس معاهم وتقولوا لهم ان انتم من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور. ويلا بينا نبدا. اول براند احنا صورنا معاه كان براند سيناوي، هنتعرف عليه دلوقتي بالتفصيل وهيقول لكم معلومات مهمة جدا في الشراء عشان تعرفوا ايه الحاجات المغشوشة والحاجات الاصلية تعرفوها ازاي، ودي اظن اهم حاجة واهم معلومة ممكن تطلعوا بيها، زائد كمان الاسعار، زائد كمان الخصومات اللي انت هتعرفوها معايا دلوقتي، وارقام التليفونات اهي بتاعتهم، وتعالوا نتعرف عليهم وهم بنفسهم هيعرفونا بنفسهم ومنتجاتهم، وهتسمعوا ودنكم كمان العرض الحصري اللي اخدته قناه فيها حاجه حلوه مع نور. وده طبعا يعني دي دعوه خاصه لينا معاهم. استاذ احمد، اتكلمنا بقى عن شركه الفيروس، انتوا بقالكم قد ايه اصلا في السوق موجودين، والمنتجات بتاعتكم عباره عن ايه؟ شركة سيناوية، شركة دلوقتي حاليا مأسسينها لنا 5 سنوات وبنشارك في جميع المعارض. بدأنا أول فرع لنا من حوالي 6 شهور، موجود هنا في القاهرة، تمام، في الوراق. ثاني فرع إن شاء الله خلال شهر هيكون استفتحناه، هيكون في فيصل بإذن الله في شارع العريش. اخترنا شارع العريش بالذات لأنه تبعنا من العريش سينا، تمام. منتجاتنا هي عبارة عن زيت زيتون، هو رقم واحد في الشركة، تمام. الحمد لله بفضل الله جايب مبيعات ممتازة، تمام. زيت الزيتون بتاعنا بكر ممتاز على البارد، تمام. الناس الحمد لله بتشكر فيه وبتشكر في المنتج. عندنا بعض الأعشاب الطبيعية برضو اللي بنتداولها في السوق، زي المرمرية، زي عشب حيث الليمون، زي المورينجا، زي الزعتر البري، الأعشاب كثير موجودة، بعض المخللات لو حضرتك مثلا في موسم زي شهر رمضان بننزل بعض المخللات الثانية، تمام. الغريبة على المواطن المصري وبنفس الوقت يعني لها هيئة مختلفة تماما ومذاق رائع، وفي نفس الوقت الأسعار بتاعتنا تبقى كويسة على السوق. الأعشاب الطبيعية، في بعض الأعشاب من جبل الطور في جنوب سيناء، وفي بعضها من بعض المناحل الموثوق بها برضو. بعض الاشياء الثانيه زي مثلا نصلع العجوه، بنصنع التمور، تمام، نستورد بعض التمور برضو من السعوديه، وفي بعضها مصريه، تمام. مثلا الاشياء هذه احنا بنصلعها برضو كلها، فلفل مخروط بتاعنا، العجوه البيتي يعتبر الحمد لله برضو جميله جدا. هذه يعني الاشياء اللي عندنا، ان شاء الله يكون في حاجات اكثر من كذا. احنا المعرض هذا اول مره نشارك فيه، كان معرض الجبنه، وما شاء الله عليه في اقبال رهيب جدا، والحمد لله ان شاء الله ربنا يوفقنا في المجال باذن الله. طيب احنا عايزين بقى نتكلم مع حضرتك شويه عن الاسعار لو سمحت. هنبتدي بقى من بالنسبه لزيت الزيتون اللي عليه اكثر طلبا، اكيد انتوا بعتوا اكثر مبيعات من الزيتون، ولا انا غلطانه؟ اكثر مبيعات الزيتون. طيب اكثر مبيعات كانت الزيتون معاك، يبقى معنى كده ان هو فعلا حاجه مهمه، لو مش مهم مش هيتباع، صح؟ طيب زيت الزيتون حضرتك كنت بتقولي ان هو بكر، يعني معصور على البارد عشان يحتفظ بقيمته الغذائيه، صح كده؟ طيب يا ريت تقول المعلومه دي بنفسك عشان الناس فعلا مش عارفينها، ايه الفرق بين زيت الزيتون على البارد والسخن؟ زيت الزيتون وازاي نعرفه من الازازه؟ تمام، زيت الزيتون اولا اللي معصور على البارد، تمام، لو حضرتك حطيتيه في طبق، تمام، زيت الزيتون وحطيتيه في الفريزر، تمام، هتلاقيه متلج، الزيت نفسه
ده اللي طالع زي طبقة دهنية، ده الزيت الأصلي اللي يبقى موجود. إنما للأسف في باقي الأماكن تلاقي زيت موجود في المحلات وأسعاره خيالية وما بيكونش أصلا زيت زيتون. فالناس من كتر ما هي مش عارفة الزيت الأصلي ما بقتش تعرف إن كان ده أصلي أو مش أصلي. فهم بيجوا أولا يشتروا على الثقة، تمام؟ والحمد لله بيجربوا الحاجة وبيلاقيها فعلا ممتازة ومضمونة. يعني مثلا إحنا دلوقتي نسبة الحرارة دلوقتي عالية، في طبقة دهنية موجودة تحت. أسامة في إزازة محطوطة في الفريزر، يا ريت تجيبها لي. أنا حطيتها بس عشان خاطر يعني أوري الناس وأوعيهم. تمام. الزيت الأصلي من الزيت اللي مش أصلي. عاد إذنك؟ دي أنا كنت حاططها في الفريزر. إيه. بص حضرتك عاملة إزاي؟ أيوة. زيت تقيل خالص ومتجمد جوه. متجمد جوه. ده الزيت اللي بيكون اصلي، ده الزيت الاصلي. ده الزيت الاصلي اللي هو اللي بقى لكن لو ما كانش اصلي كان هيبقى كل الازازه متجمده، صح كده؟ لا لو ما كانش اصلي مش هتلاقيه اصلا متجمد، يعني مش هتلاقيه اصلا متجمد. هو بص لو حضرتك شايفه في زي طبقه دهنيه جوه كبيره جدا اهي. ايوه صح موجوده. تمام. كنت عايز اقول بالنسبه للون الزيت مش هتفرق، سواء يقول لك ان كان ده زيت فاتح يبقى مش اصلي، ده زيت غامق يبقى مش اصلي. تمام. ما بتفرقش على حسب عصرة الزيتونه، وعلى حسب نوع الزيتونه، وعلى حسب الجو اللي بيكون فيه شجره الزيتون ذات نفسها. تمام. طيب بالنسبه للاسعار بعد اذنك، اقل حاجه عندك مثلا زي كده سعره كام؟ احنا اقل حاجه عندنا الربع كيلو. الربع ب50 جنيه. تمام. والنص عندنا ب 80 جنيه. ب 80؟ واللتر ب 180 جنيه. واللتر ب 180 جنيه. تمام. طيب بالنسبة للتمر السعودي ده قد إيه وزنه؟ دي كيلو. دي كيلو؟ موجود منها 7.8 علبة كيلو. تمام. عايزك؟ علبة كيلو تمر سعودي سكري رطب. تمام. دي عامله 100 جنيه. والله للاسف 100 جنيه دي عامله 100 جنيه اللي هو الكيلو رطب سعودي. كيلو ده كيلو. وده هو ده كيلو بس ده تست للناس عشان خاطر تدوق وتعرف نوع التمر. تمام. بس يعني اصلا بتبيعه منه نص كيلو ممكن؟ هو احنا العبوات كيلو بس احنا يعني في المعارض مثلا زي معرض التمور بيكون عندنا عبوات 3 كيلو وعبوات 5 كيلو. تمام. حلو جدا. تمام. طيب ماشي. طيب انا شايفه ان في زعتر، ده زعتر ولا ده؟ ده الزعتر بتاعنا احنا برضه تصنيعنا ده كله. يعني ده زعتر فعلا؟ ده عامل كام؟ بنعمل منه عبوات عشان خاطر برضو تبقى ايه يعني اللي هو ده. تمام. بوسع الناس انها تشتريها العبوه ب 10 جنيه. العبوه بتاعي اسعار دلوقتي مش موجوده. لا العبوه 10 جنيه ده حلو جدا يعني حاجه زي كده 10 جنيه ب 10 جنيه بجد. ده انا هاخدها وامشي. طيب احنا عايزين نتكلم على الاعشاب دي لو سمحت، قول لنا بقى ايه ده؟ ده الزعتر؟ ده الزعتر البري. ده زعتر بري. تمام. من الاعشاب الجميله جدا الزعتر عموما، وبتصنع منه الزعتر ده على فكره اللي هو اللي بتصنع منه الزعتر ده. بتصنع منه بس من اوراق الزعتر وبطريقه مختلفه شويه. تمام. ممتاز. ممكن تضيفيها كمشروب الزعتر. كمشروب مفيد جدا ومفيد للاطفال. تمام. بيعلي الذكاء بالنسبه للاطفال. تمام. ومفيد صحيا عموما الزعتر للانسان. 50. تمام. ده عامل كام سعره؟ ده عامل 10 جنيه برضه. 10 جنيه. ده كام جرام؟ ده حوالي 50 جرام. 50 جرام. وده ايه ده؟ دي مرمرية. دي مرمرية خضراء. خضراء برضه فريش. 10 جنيه برضه. 10 جنيه يعني ما فيش كده يعني. هو في مليسة؟ طيب ايه اللي انا شايفاه ده؟ انا مش عارف. دي حضرتك المليسة اللي انت قصدك عليها؟ لا مليسة. تمام. هي دي عشبة حليب الليمون، عشبة بمذاق اليانسون والليمون. دي للبرد؟ مفيدة للجهاز الهضمي بشكل كامل. للجهاز الهضمي. تمام. المشروب ده جميل جدا جدا جدا. طب ده حلو. اسمها مليسة؟ هي بيسموها عشبة حيشة الليمون او ليها اسماء مختلفة او الويزة. كل واحد بيسميها بكيفه يعني. طب في حاجة هنا تاني مختلفة ولا هم دول بس؟ في عندنا المرمرية الناشفة التانية. موجودة برضه. اللي هي اليابسة اللي احنا بنقول عليها اليابسة. ايوه بالظبط. هي دي. تمام. برضو الاسعار عندنا كله واحد ب10 جنيه برضو عشان اللي هم. طب زيت الزيتون بقى نفسه مش زيت الزيتون؟ انا شايفه ما شاء الله الزيتون بتاعكم ده سينا من زرعه سيناويه اصلا. زرعه سيناويه جنوب سينا؟ لا شمال سينا. شمال سينا. شمال سينا.
طب نوع انواع الزيتون، عارفه ان في كذا نوع للزيتون مش نوع واحد. انواع كتير خالص يعني بيكون عندنا انواع زي السبحاوي، بس ده ما بينزلش هنا يعتبر. تمام. بيكون عندنا هناك. تمام. اغلب النوع ده بنصلى بنعصره بالزيت. تمام. تمام. انما في المخلل اللي هو بيبقى على طعم ثاني مختلف جدا. تمام. عندنا نوع موجود عندنا اسمه ايه؟ دولسي. اسمه الدولسي. تمام. بنعمله برضه بطريقه مختلفه شويه عن الطريقه التقليديه مصر يعني هنا. بنجيب الزيتونه وبندقها طعمها احلى، بنضيف عليها بعض المكونات اللي بتخلي طعمه احلى بكتير. ممكن حضرتك تدوقي برضه وتقولي لنا ايه رايك؟ ماشي، احنا لازم طبعا ندوق. احنا معاكم. انا عند كريم. تمام. شكلي مش همشي من هنا. تحفه. في بعض برضو الحياه الموجود عندنا. ايه ده بقى؟ زي المخمريه. دي مخمريه معطره ومرطبه للجسم. تمام. دي بتستخدم كاريجان وكنساء برضو. نفس الموضوع. طبيعيه برضو كامل، جسرين، فازلين، زيت زيتون. دي وروائح مختلفه، شمال الحساب. تحفه تحفه. دي بكام دي؟ دي عامله 30 جنيه. دي عامله 30 جنيه. تحفه. دي زي دي؟ لا، هي نفس الريحه، نفس الماده اللي فيها بس الروائح مختلفه. روائح مختلفه. لا، هي من ريحه الروائح، هي روائحها تحفه قوي. لا بجد جميله جدا. طب زيت الزيتون كامل؟ لا، زيت الزيتون بتاعكم، الزيتون نفسه، الزيتون البرطمان الصغير ده عامل 15. البرطمان ده عامل 15. تمام. البرطمان الكبير ده عامل، الكبير ده عامل كام الكيلو؟ 40. ده حلو جدا. طب وعسل النحل ده عامل كام؟ احنا ما سالناش لسه على عسل النحل برضه. 180. لا هو كله ايه؟ كله كبير. استاذ احمد، العسل عايزين نعرف ايه؟ في عندنا عسل بردوش، في عسل سدر مصري. كام عامل سعر؟ سعر سعر. الاسعار متفاوته، يعني مثلا البردوش ده عامل 120. تمام. عسل السدر عامل 250. تمام. ده بكام دي؟ البلح السدر السعودي عامل كيلو 1000. تمام. في الموالح عامله 100. تمام. تمام. كلها عسل. كل ده كيلو 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 اللي بتتكلم عليه ده، صح؟ اه. انت عمال بتدوق التمر ده، المصري ولا السعودي؟ هذا المصري. ده المصري؟ ماشي، مفيش مشكلة. انتوا مش عاملين تيست للسعودي؟ لا، 50.5 ولا كيلو؟ كيلو. بصوا يا جماعة، ده المصري، دي البلحة المصرية. احنا عايزين بقى نشوف كمان السعودي بالمرة. ده السعودي، ده التمر السعودي، وده التمر السعودي. هو صغير بس كله بركة يعني، مش بالحجم يعني. في منه جواه لوز؟ لا. ده حلو جدا. ده سعره كام؟ حلو جدا. ده 100. يعني ده دي 150. حلو. اللتر 150. النص ده في العرض طبعا في المعرض. الربع 50. كامل زيت. طب انا عايز ختامهم في اخر اللقاء. اولا طبعا انا شرفت بمعرفتهم جدا، بعيدا عن اي حاجه. هم ناس محترمه، ناس جميله قوي ومتعاونه قوي، سواء مستر احمد او مستر اسامه. بجد شرفت بيكم جدا النهارده، دورتونا والله العظيم. وشرف ليا تكونوا معانا وتكونوا معانا في ريفيو القناه بتاعتنا. ان شاء الله مش اول ولا اخر مره، باذن الله باذن الله على طول مع بعض. احنا طبعا المناسبه الحلوه دي اكيد ما سيبناهمش كده يعني، عدوا من جنبنا مرور الكرام. لا، احنا اخذنا يعني هديه متواضعه لكل المتابعين، هم بقى اللي هيقولوا عليها. احمد، اي حد هيجي من طرفنا، من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور، انت والاستاذ اسامه، اعمل معاه الواجب من غير اي حاجه. الله يخليك. احنا بنسينا برضه ياخد الحاجه ويمشي من غير فلوس. الله يخليك يا رب، ما تحرمش منك. انا هاخدها دلوقتي. ما تحرمش منك. بس بجد ان شاء الله اي حد هيجي يتصل بيك في اي وقت ويقول لكم بس من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور على اي منتج هتعملوه ديسكاونت، صح؟ وعد. انا حاطط لكم من وعد. خلاص. وعد وعد يا استاذ اسامه. وعد. كلام اخير. شكرا لكم جدا. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاهم، وكل سنه وهم طيبين. ان شاء الله 2023 كمان تكون حلوه عليهم باذن الله. هابي كريمسيس. تعالوا بقى كل سؤال تاني.